قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن فنزويلا تسير على طريق الدكتاتورية على حد تعبيره. وخلال مؤتمر صحفي بكولومبيا أضاف بنس أن الحل السلمي للاضطرابات السياسية في كاراكاس لا يزال ممكنا، مشيرا إلى أن بلاده لن تقبل ظهور ما أسماه الدكتاتور، لافتا إلى أنه ستكون هناك عقوبات جديدة قريبا ضد فنزويلا.